هل عمرك شفت نار ما بتحرقش او غطا زبادي بيتحول لستاند اون مايل؟ دي مش تجارب، دي حلول عبقريه لمشاكل يوميه. خليك لاخر ثانيه لان اللي في الاخر هيفجرك النهار. اكثر حاجه بتحصل معانا بتبقى عايز تتفرج على فيديو وايدك مشغوله والموبايل كل شويه بيقع، حل المشكله ديت في حاجه واحده بس. كل اللي هتحتاجه هو غطا بلاستيك، حرفيا مش هيكلفك 5 قروش. نظريا وعلميا هتقص الغطا من الجنبين بس كده. المفروض ان ده هيبقى الشكل النهائي، بس لو اخترت غطا تاني يبقى افضل بكتير. والتجربة رقم 2. كل يوم الجزم مرمية في كل مكان وبتدور على حل سحري. سمير ابو النيل، كل اللي انت هتعمله ان انت هتقلب الاستاند او حمالة الملابس اللي بتبقى ورا الباب. ايوه، وتعلق عليها كل اللي انت عايزه. اللي بعده نخش على التجارب الخطيره. ممنوع التجربه. عمرك شفت حاجه صغيره جدا بس فكرتها تقلب دماغك؟ علميا كده المفروض ان الحراره بتطلع لفوق والحاجات البارده بتنزل لتحت. فلو جبنا عودين كبريت ولزقنا العودين في بعض وولعت الاثنين فواحد هيشتغل. ده مش بعيد يلف بيه، ما تيجي نجرب. والتجربة نمرة 4. التجربة نمرة 4 مش عارف هي مفيدة في ايه ولا هي مش مفيدة في ايه. في معظم الفيش بتلاقي الشكل ده، يعني هم عاملين الدايرتين ليه بقى؟ فبيقولوا انك لو جبت الفيشتين وحطيتهم في بعض فالمفروض هيطلعوا بشكل هيطلعوا بشكل منسجم تماما. ما تيجوا نشوف. اولا ده الشكل اللي انا كنت بكلمكم عليه. فلو جبنا واحدة وجبنا التانية وجينا عند يعني مش عارف ايه فايدتها، بس هي جميلة بصراحة. اللي بعد والتجربة رقم 5. التجربة رقم 5 هتحل مشكلة من أكبر المشاكل. الدولاب مليان ومفيش مساحة لجاكيت جديد. بيقولك إن أنت بتجيب شماعة، بس الشماعة دي تكون حديدية يعني بتتني، وبتجيبها عادي جدا وتحط عليها التيشيرت. وعشان توفر المساحة للضعف فأنت بتجيب كتف الشماعة ده لكتف الشماعة ده وتروح قافلهم، فكده بقى عندك مساحة أضعاف أضعاف أضعاف. زود حرف الكاف وهتلاقيها وفرت لك مكان تعلق فيه حاجتين بدل حاجة واحدة. هتيجوا نشوف. المفروض ان انت بتجيب الشماعه وبتقفلها. طب ما تيجي نجرب. مبدئيا دي الشماعه عاديه جدا، انت المفروض بقى يعني بتجيب الكتف ده للكتف ده ولازم تكون حديديه من هنا. بس كده، المفروض ان هي كده بتاخد نص المسافه، 9 من 10. التجربه اللي بعديها تنفع في الشتاء او في البرد القارس. انت لو صحيت بالليل ولقيت الجو برد خالص، وخاصه لو عندك هودي، فالحل موجود. المفروض ان انت بتجيب الهودي وبتقلبه فبيبقى الزعبوت يعني على وشك بدل قفاك، ومن المفترض ان ده بيدفيك اضعاف اضعاف اضعاف. ما تيجي نشوف. بص، احنا ما لقيناش هودي، احنا لقينا هودي الا ربع. هو مش هودي كامل، هو من غير جناحات. بص هيقضي نفس الفكره يعني. والله فكره لذيذه. والتجربة رقم 7 او رقم 8 مش فاكر، هي ديت اخطر تجربة في كل التجارب اللي انت تقريبا فاتح الفيديو علشانها. التجربة ديت تجربة علمية جدا وبتخليك ان انت تصنع نار، بس نار باردة، نار باردة. دلوقتي ندخل على الجنون الحقيقي، نار بس ما بتحرقش. تحذير، ما تجربش التجربة دي في البيت ولا بره البيت ولا حتى في النادي، لان التجربة ديت من اخطر التجارب فيهم. المفروض في التجربة ديت ان انت بتجيب طبق وتملاه صابون وكام نقطة مية، وتجيب اي ازازة معتر وتروح رشش فيها لغاية ما تعمل رغاوي كتيرة، وتاخد الرغوة بس، الرغوة بس ادي قلت لك، وتروح مولعها. المفروض ان انت كده بتعمل نار بارده، ولكن لو استخدمت حاجه تانية غير المعتر فانت كده هتولع فينا. ايوه زي ما انا عملت، بس للاسف ما لقيتش عندي معتر. بس كده كده التجربه دي هتتنفذ وهتزود الميه عشان ما يكونش فيه ضرر. لو وصلت لهنا فانت واحد من الناس بتحب الذكاء والابداع. اكتب لي ايه اكتر فكره عجبتك واستناني في الفيديو الجاي، لان اللي جاي نار
بس ما بتلسعش. اختر فيديو 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 اختر فيديو. ايه يا عم مش عايز تختار ليه واحنا هنتحايل عليك؟ يلا يا عم زي الفول.